إذن أعزائي المشاهدين، عدنا مرة ثانية من جديد معكم ومع مشاركة الفحل وإنتاج. نعود إلى مشارك آخر، كنا مع شبيبة بن محمد آل بريك في الفحل عقاب، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمشارك. طبعا لكل يوم أعزائي المشاهدين ولنادي الإبل، خلينا نقول لكم أنه لنادي هالإبل هذا في كل يوم هو قاعد يتلمس احتياجات المشاركين. طبعا أعفي الفحل من الحضور في المضمار، وإنما يكتفى بتحكيمه في مقره، وإنما إن كان القياس الحقيقي لجمال الفحل هو جمال إنتاجه وجمال المتواجد، إذن يكتفى بالإنتاج الخاص لهذا الفحل، ويتم التحكيم طبعا بناء على هذه النقطة، ويعفى من الحضور إلى ساحة الميدان، لأنه بعض الفحول يكون طبعها صعب شوي وتكون طبعا يشق على المالك إحضار الفحل. الآن المشارك الآخر معنا أو المتسابق الآخر معنا في هذه الجائزة، اسم من الأسماء الجميلة جدا، من الأسماء المعروفة، هو محمد بن عبد الله بن نياف بن عون، بالفحل مردود، وطبعا عمر الفحل شاق. هو من طبعا إنتاج، مشاركاته طبعا هذه أول مشاركة له في جائزة الملك عبد العزيز، وبيع عليها الحقيقة الكثير من الفرديات الجميلة بأسعار ما شاء الله تبارك الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من نصيبه. طبعا أكبر بنات ثنية، وهذا طبعا من أحد المؤشرات المهمة جدا بالنسبة لي أنا طبعا، علشان نعرف عمر الفحل وعلشان نعرف عطاء الفحل واستمرارية الفحل. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، إذن هذا هو الإنتاج اللي أنتج على الفحل مردود، اللي نتمنى طبعا التوفيق للمالك، واللي نتمنى طبعا أنه يحرز مركز متقدم في هذه الجائزة الغالية علينا. والتنافس أعزائي المشاهدين هو انه جميع هالفحول التي تعرض انتاجها امامكم وامام السادة المشاهدين هي نخبة النخبة من عدد من الفحول.